يحيى، أخيرا عرفنا نوصل لك. اللي عرفته كان لازم يفضل سر، كان لازم حتى تنسى إنك شفت أو سمعت أي حاجة، لكن أنت ما عملتش كده. أنا ما عملتش حاجة، أنا ما قلتش أي حاجة. لا قلت، ودلوقتي وقت الحساب يا يحيى. لا أنا ما عملتش حاجة. أنت لازم تاخد عقابك. لا أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، ما نفس الحلم برضو. ما أنا قلت لك يا يحيى، اللعنة هتفضل وراك حتى في أحلامك. مش وقت اللي بتعمليه ده بقى يا كنوز. أنا فعلا في كل مرة ببقى حاسس إنه حقيقي، وبشوف القائد وهو واقف قدام السرير هنا، والجنود حواليا وقريبين مني لدرجة إني ببقى خايف إن ده ما يكونش حلم وياخدوك في مكان بعيد وما تعرفش ترجع تاني. يوه، مش هحكيلك حاجة تانية يا كنوز. أنت مش محتاج تحكيلي، وخد بالك أنا اللي بصحيك وبنقذك منهم. ها؟ تخيل بقى كده لو أنا مش موجودة. حتى في الحلم لازم تحسسي نفسك إن دورك كبير ومهم. طيب قوليلي، هو أنا المرة دي قلت حاجة غير اللي كل مرة بقولها؟ لأ، زي كل مرة أنا ما عملتش حاجة. أنا بتكلم جد يا كنوز، في كل مرة بدور على تفسير للحلم الغريب ده، وعمري ما فهمت المفروض أعمل إيه. ما أنا قلتلك هو حاجة من الاتنين، يا حد من اللي انت ضايقتهم في العالم القديم عرف عنوانك وقرر ياخد حقه منك، يا رسالة من العالم ده انك لازم ترجع تاني. ارجع بقى يا يحيى وخدني معاك. يلا يا يحيى بقى، يلا يا يحيى. عنوان ايه اللي عرفوه؟ هو انا كنت تايه في محافظة تانية؟ وبعدين انا مش قلتلك مش هرجع تاني؟ عشان خاطري يا يحيى، يا يحيى عشان خاطري، وحشتني المغامرات قوي. مش راجع يعني مش راجع؟ ويلا يلا عشان هنتأخر على المدرسة.